مبدأ الضلال في باب أسماء الله وصفاته هو اعتقاد التمثيل، اعتقاد أن ما أخبر الله به عن نفسه هو نظير ما نشاهده في الخلق. وإذا انحلت هذه العقدة زال الإشكال وذهب كل ضلال. إذا علمت أن الله ليس كمثله شيء، وأن ما أخبر به عن نفسه ليس له نظير ولا له مثيل ولا له فيه شريك، علمت أن الله تعالى إنما أثبت لنفسه الكمال المطلق، فتثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. لكن هؤلاء لما ذكر الاستواء تخيلوا ما يكون من حال المخلوق فيما يستوي عليه، وأنه محتاج إلى ما يستوي عليه أي ما يعلو عليه، وهذا لجهلهم بالله عز وجل. فالله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وهو الذي يحمل العرش وحملته سبحانه وبحمده، هو الغني الحميد، لا حاجة به إلى شيء من خلقه، وكل خلقه إليه فقراء سبحانه وبحمده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذا تقرر ذلك زال عن قلبك كل وهم أن يكون الاستواء يستلزم نقصا في صفات الله عز وجل، فالاستواء لا نقص فيه بوجه من الوجوه، بل هو كمال من كمالات الرب التي أخبر الله تعالى بها في كتابه ودلت على عظمته وجلاله سبحانه وبحمده.